كميون نازل لا ضارب فريم ولا شيء ولا هم الناس جاي لا هم الناس اللي بوجهوا كان في اكثر من 100 شخص بوجهوا و... وغير هيك نحن فكرناه رايح فريمه بس طلع يا مبعوث يا اما شيء لانه لم كميون للجيش هو ما بعرف شو بده يقول اكثر من 7-8 سيارات انكسروا وفي علاء علاء وين الاعلام الاعلام وين بطلب هلا من وزير الدفاع يطلع ويانا باستقالته عيب عليه ورئيس الجمهوريه ميشيل عون يطلع اذا عنده ذره كرامه وشرف يعلن استقالته تفضل تفرج ما حدا عنده شرف تفرج شو عمل الجيش اللبناني هذا الجيش الحامي الشعب الحامي الوطن يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم يا عيب الشوم انا بطلب من الجيش بس هلا يطلع على التلفزيون ويعلن حال الطوارئ حال الطوارئ هلا يعلنها وحكم عسكري ايش واحد من الحرامية حاطه واحد من الحرامية حاطه اللي عمل هيك جبران بسيل ابن شرموطة من مكان جبران بسيط بسم الله والشاعر عايف الله والشاعر عايف الله دولة تسمى الله اسم الله والشاعر عايف الله ما في دم هذا ولا شيء مستشفى ايوه ها برافو لك يا محمود هذا كله دم كسر ما حدا بكسر السنة انا بكسر ما حدا بكسر حدا ما حدا بكسر حدا ما حدا بكسر حدا في رئيس جمهورية بده يجي على الساحة شوف شو بده اذا هو رأينا احنا اللي انتخبناه باجلنا نحن حطينا صوته باجلنا وانتخبناه كان رئيس الجمهورية وغيره ما حدا يزيني بس مشي روح خليك بس ما حدا يزيني روح تعمل تفتيك يا لبنان بالله
نبنيك يا لبنان بالروح بالدم، نبنيك يا لبنان بالروح بالدم.